السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البرنامج التدريبي لبرنامج إمبوت. الحلقة الخامسة: برمجة الروبوت إمبوت على الحركة، حيث سنتطرق في هذه الحلقة إلى تعريف محركات روبوت إمبوت وخصائصها. ثانياً، شرح أنواع دوران الروبوت: ألف، الدوران على محور ثابت، باء، الدوران على نصف دائرة. ثالثاً، شرح أوامر الحركة. رابعاً، تطبيق عملي: ألف، برمجة الروبوت على الذهاب والرجوع في نفس النقطة، باء، برمجة الروبوت على عمل شكل مربع أثناء الحركة. أولاً، تعريف محركات روبوت إمبوت وخصائصها. محرك إمبوت هو محرك يشتغل بتيار مستمر مقدم من طرف شركة ميك بلوك، ومزود بتعشيقات من التروس البلاستيكية لزيادة سرعته، موضوعة داخل علبة بلاستيكية صفراء مقفلة بإحكام. يحتوي المحرك على محور واحد فقط، وهذا يجعل أحد المحركات معكوسا أثناء التركيب. توجد أنواع أخرى من تركيبات التروس على حسب السرعة والقوة المطلوبة، كما توجد محركات أخرى تحتوي على محورين للدوران، وهذا يسهل عملية تركيب العجلات في أي مكان مهما كانت طريقة التركيب. خصائص محرك روبوت إمبوت: يشتغل على طاقة 6 فولت بتيار مستمر DC، تبلغ سرعته 200 دورة في الدقيقة، يحتوي على تروس بلاستيكية لزيادة عزم التدوير، يمكن استعماله كمولد للطاقة، بيئة عمله نشيطة وصيانته سهلة. محرك صديق للبيئة لاحتوائه على أنابيب السيليكون الذي يستخدم في الصناعات الطبية. ثانياً، شرح أنواع دوران الروبوت. توجد طريقتين لدوران الروبوت، لكل واحدة منها إيجابياتها وسلبياتها حسب الظروف المحيطة بالروبوت. ألف، الدوران على محور ثابت، حيث نقوم بتشغيل المحركين معا في نفس الوقت وباتجاهين مختلفين وبنفس القوة المطبقة، حيث حسب قوانين الفيزياء فإنه إذا كان لدينا قوتين متساويتين في القوة ومتعاكستين في الاتجاه، فإن مركز الثقل سيكون في المنتصف، وعليه فإن الروبوت سوف يدور في منتصف البعد بين محور العجلات ليكون بذلك دائرة قطرها هو البعد بين عجلات الروبوت، حيث تتميز هذه الطريقة بعدم أخذ حيز كبير من المساحة أثناء الدوران. باء، الدوران على نصف دائرة، حيث نقوم بتشغيل محرك واحد فقط وترك الثاني منطفئا، ففي هذه الحالة نلاحظ أن الروبوت يلف إلى اليمين أو اليسار على حسب المحرك الذي تم تشغيله، وليصير البعد بين العجلات هو نصف قطر دائرة الدوران، ويتميز بإعطاء مساحة أكبر للدوران خاصة في المنعطفات. يحتوي برنامج أمبلوك على أوامر تمكن الروبوت من التنقل في جميع الاتجاهات وبطرق مختلفة، حيث يمكن التحكم في تنقل الروبوت في الاتجاهات الأربعة عبر طريقتين. الطريقة الأولى: عن طريق أمر التنقل أمام، خلف، يمين، يسار، مدمجة تلقائيا في البرنامج، ويمكن التحكم في سرعة المحركين في نفس الوقت من بين ثلاث سرعات مختلفة، وهي 150 و155 أو بين ذلك. تمثل القيمة صفر أمر التوقف، تمثل القيمة السالبة أوامر الحركة المعكوسة. تستعمل هذه الطريقة للدوران على محور ثابت، إذ لا يمكن الالتفاف إلى اليمين أو اليسار عن طريق عجلة واحدة. الطريقة الثانية: عن طريق أمر تشغيل المحركات بأمر منفصل، حيث يتم التحكم في سرعة المحرك واتجاهه بشكل منفصل. تتميز هذه الطريقة بإمكانية التحكم الكبير في الروبوت في جميع الاتجاهات حتى الملتوية، وذلك لانفصال أمر التحكم في المحركين عن بعضهما. أمثلة على بعض برامج التحكم في بعض الاتجاهات: مثال على برنامج التحكم في الروبوت إلى الأمام، مثال على برنامج التحكم في الروبوت إلى اليمين، مثال في التحكم في الروبوت للتنقل إلى الوراء جهة اليسار. رابعاً، تطبيق عملي: ألف، برمجة الروبوت على الذهاب والرجوع إلى نفس النقطة. سنقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على الذهاب إلى الأمام ثم الرجوع للخلف إلى نفس النقطة. أولاً، تركيب الروبوت: سنقوم بتركيب روبوت إمبوت، وذلك عن طريق اتباع الخطوات 12 التالية. خطوات البرمجة: أولاً، نقوم باختيار قائمة روبوتس من القائمة الأساسية.
ثانياً، نقوم بسحب أمر البداية. ثالثاً، نقوم بسحب بلوك أمر الحركة إلى الأمام ونضعه على السرعة 100. رابعاً، نقوم بإضافة زمن بقيمة 5 ثانية من أيقونة التحكم كنترول. خامساً، نقوم بسحب بلوك أمر الرجوع إلى الوراء بسرعة 100. سادساً، نقوم بإضافة زمن بقيمة 5 ثانية من أيقونة التحكم كنترول. سابعاً، نضيف أمر التوقف وذلك بوضع القيمة 0 حيث لا يهم الاتجاه المعين. يمكن إضافة تعليق أو عنوان للبرنامج وذلك بالضغط على الزر الأيسر للماوس حيث تظهر لي أيقونة إضافة تعليق، وعند الضغط عليها تظهر لي مساحة يمكن الكتابة فيها. البرنامج النهائي. نقوم بتوصيل الروبوت عن طريق الكيبل USB، ثم نقوم بعمل الاتصال Connect. نقوم بالضغط بالزر الأيمن على الفأرة، ثم نضغط على أيقونة Upload to Arduino، ثم نضغط مرة ثانية على Upload to Arduino لتحميل البرنامج في ذاكرة المعالج M-Core. بعد الانتهاء من تحميل البرنامج، نقوم بنزع الكيبل USB ووضع الروبوت على الأرض وتجريبه. ب. برمجة الروبوت على عمل شكل مربع أثناء الحركة. سنقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على التنقل على شكل مربع، حيث يتنقل إلى الأمام ثم يلف بزاوية 90 درجة عن طريق عجلة واحدة فقط، ثم يرجع إلى نفس النقطة التي بدأ منها. خطوات البرمجة. أولاً، نقوم باختيار قائمة روبوتس من القائمة الأساسية. ثانياً، نقوم بسحب أمر البداية. ثالثاً، نقوم بسحب بلوك أمر الحركة لكل محرك على حدة، ونختار جهة الأمام ونضعه على السرعة 100. رابعاً، نقوم بإضافة زمن بقيمة 2 ثانية من قائمة التحكم كنترول. خامساً، نقوم بإضافة أمر الحركة للمحرك M1 مع وضع السرعة 100، بينما نوقف المحرك M2 وذلك بوضع السرعة 0. سادساً، نقوم بإضافة زمن بقيمة 1.5 ثانية من أيقونة التحكم كنترول، وذلك لإعطاء الروبوت الوقت اللازم للدوران زاوية 90 درجة، وذلك لإعطاء الروبوت الدوران بزاوية 90 درجة. سابعاً، الخطوات السابقة تمكن الروبوت من الانتقال إلى الأمام والدوران بزاوية 90 درجة فقط، يعني المشي على ضلع واحد من أضلاع المربع، لذلك نحتاج أمر التكرار لوب 4 مرات من أيقونة التحكم كنترول، حيث نضع جميع الأوامر السابقة داخل اللوب. ثامناً، نقوم بإضافة أمر التوقف لكلا المحركين بعد الخروج من حلقة التكرار، وذلك من أيقونة روبوتس. البرنامج النهائي. شكرا لكم، وإلى حلقة جديدة من سلسلة حلقات البرامج الأكاديمية.